تتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022 والذي يتمثل في قمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر القادم. المزيد من المتابعة من مدينة السلام ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ضعني في الصورة الخاصة بمدينة السلام وكيف تجري عمليات الاستعدادات حتى اللحظة. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة السلام والأمل شرم الشيخ، حيث العمل هنا مستمر دون توقف لانطلاق فعاليات وأنشطة مؤتمر المناخ COP27. نتحدث عن استعدادات في كافة المناحي والمجالات، من بينها عدد من المشروعات سواء الجديدة أو أيضا المشروعات التي تعمل على إحياء وتطوير وتجديد لبعض المواقع. لو تحدثنا عن المشروعات الجديدة التي تستعد لاستقبال مؤتمر المناخ، يأتي على رأسها وأبرزها هي المشروعات الصديقة للبيئة، لتتحول هذه المدينة إلى مدينة صديقة للبيئة خضراء ذكية. من أبرز هذه المشروعات محطة الطاقة الشمسية التي بدأت بالفعل في التشغيل. ولو تحدثنا عن هذه المحطة، هذه المحطة بها يعني شعار كبير وهو التفرد والأسبقية. التفرد في أنها أكبر محطة على مستوى جنوب سيناء. هذه المحطة على مستوى جنوب سيناء في كافة المدن هنا في شرم الشيخ، هذه المحطة على مساحة 250 ألف متر مربع. نتحدث أيضا عن عمل بمعدل ومقدار 20 ميجا واط، ونتحدث أيضا عن طاقة إنتاجية تمثل أكثر من 42 جيجا واط. نتحدث عن محطة الأسبقية فيها في عدد شهور التنفيذ، في 4 أشهر فقط تم إنجاز هذه المحطة لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة هنا في شرم الشيخ، وأيضا تعمل على خدمة ما لا يقل عن 120 منشأة ومناطق فندقية ومنتجعات، وأيضا تخدم وتمد بالطاقة إلى أكثر من 6000 غرفة فندقية. ولو تحدثنا أيضا عن التكلفة في هذه المحطة، هذا المشروع العملاق تقدر ب 250 مليون جنيه. هذا عن أبرز المشروعات التي تم افتتاحها وأيضا تعمل الآن بقدم وساق لتحويل هذه المدينة إلى مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة. أيضا من بين المشروعات والمبادرات نتحدث عن البيئة. مستقبل البيئة هنا في شرم الشيخ متعلق بشكل كبير جدا بتاريخ المعاملات وأيضا بتاريخ البيئة. لو تحدثنا عن متحف وحديقة السلام والبيئة، وأيضا بالحديث عن هذا المتحف والتواجد في المنطقة الخضراء، وأيضا نتحدث عن المنطقة الزرقاء، وأيضا من المعروف أن المنطقة الزرقاء هي التي سوف يقام فيها الأبرز الأنشطة والفعاليات الرئيسية لمؤتمر المناخ. أما عن المنطقة الخضراء فهي التي سوف يقام فيها الأنشطة وأيضا الفعاليات الموازية لهذه الفعاليات الرئيسية. نعم. ونحن أيضا مستمرون في الحديث عن المشروعات والمبادرات الصديقة للبيئة. هناك عدد من المبادرات التي بالفعل فعلت وتم تدشينها لتنطلق بتحويل الأكياس البلاستيكية إلى أيضا إعادة تدويرها وإلى أيضا تكون صديقة للبيئة بدل أن تكون من المخلفات. هناك ونحن نتعلق بالموقع الذي أتواجد به الآن وهو الممشى السياحي الجديد، نحن نتحدث عن بعض الماكينات التي وضعت في عدد كبير من مناطق هذا الممشى. هذه الماكينات تعمل على تحويل المخلفات والنفايات إلى صديقة للبيئة ويتم أيضا إعادة تدويرها مرة أخرى. لو تحدثنا أيضا عن المشروعات الصديقة للبيئة، انتقلنا يعني قليلا إلى مشروعات النقل ومنظومة النقل التي تم الدفع بأكثر من أسطول كبير للنقل ب 260 حافلة ما بين الأتوبيسات وأيضا التاكسي الأخضر وغيره من وسائل المواصلات الصديقة للبيئة. لو تحدثنا أيضا عن النقل في هذا الممشى تحديدا الذي أقف به الآن، هناك 3 مسارات أو محاور. المحور الذي يتوقف فيه الآن هو الذي يمر منه المشاة، وبالفعل هناك الكثير من السواح وغيرهم والزوار لمدينة شرم الشيخ الآن في هذا الممشى، وأيضا هناك محور آخر لراكبي الدراجات، هذا المسار الذي أعد لهم، وهناك مسار لسائقي التاكسي وأيضا الحافلات.
فهذا الممشى تم إعداده بشكل كبير كي يكون مطابق للمواصفات الدولية، وأيضا يساعد على تحويل هذه المدينة إلى مدينة ذكية خضراء. ونحن نتحدث أيضا عن الممشى والطرق وأيضا البوابات الخاصة بمدينة شرم الشيخ. هذه البوابات التي تقع على الطرق القادمة وأيضا الذاهبة إلى مطار تجهيزها، وأيضا وضع اللمسات الأخيرة سواء بوضع اللاندسكيب والمساحات الخضراء والإنارة في هذه الطرق والبوابات القادمة والمؤدية أيضا إلى مطار شرم الشيخ. لو ما زلنا نتحدث أيضا عن المواقع الصديقة للبيئة وأيضا الطرق والمواصلات، تم في هذه المدينة رفع كفاءة وتجهيز وأيضا تدشين لعدد من المساحات الخضراء في أكثر من 15 ميدانا هنا في مدينة شرم الشيخ، وهذه الميادين بالفعل اليوم يوضع بها اللمسات الأخيرة لاستقبال مؤتمر المناخ. ونحن أيضا نتحدث عن هناك العديد من المشروعات الأخرى الموازية، أيضا هناك عدد من المواقع التي تم تجهيزها لبث عروض وأنشطة وفعاليات ترفيهية لكافة زوار مصر والوفود المشاركة في مؤتمر المناخ، كي يعني يكون هناك استمتاع ببعض المواقع والأماكن هنا في شرم الشيخ. هذه العروض يعني عروض ترفيهية وأيضا عروض تتعلق بالأماكن البحرية وأيضا الأماكن الأخرى المتواجدة في شرم الشيخ. هناك استعدادات في كافة المناحي سواء ترفيهيا، سواء على المستوى الأماكن الصديقة للبيئة والمشروعات الصديقة للبيئة، وأيضا التحول الرقمي، وأيضا التحول إلى مدينة ذكية. ونحن نتحدث عن هذا لا نغفل بشكل كبير جدا الجانب الطبي، حيث استعدت جميع المواقع الطبية والصحية هنا في شرم الشيخ لاستقبال كافة الوفود، وأيضا لاستقبال فعاليات وانطلاق أيضا فعاليات وأنشطة مؤتمر المناخ، وعلى رأسهم مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي استعد بكافة أقسامه وأجهزته سواء الطوارئ أو العناية المركزة. وكانت هناك جولة تفقدية لهذه المواقع للإطمئنان على وقوفها على أتم الاستعداد لاستقبال المؤتمر. عودة إليكم مرة أخرى، شرم الشيخ كل يوم هناك جديد. بالطبع رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. الآن شرم الشيخ إحدى المدن الصديقة للبيئة الأبرز في العالم ومحط الأنظار، وستكون بشكل أكبر في الأيام القادمة. مراسل التلفزيون المصري من مدينة السلام، أشكرك.